مرتاحين وكأنهم راح يفوزوا بالفاينل، داك التشبه مثل ما نقولوا. ما حسيناش الغرافه مثل قبل، مثل مباراه اي الرغبه مثل مباراه والشراسه ايضا. نعم ممكن تتغير في الشوط الثاني. انا ما نوافقش الكوتش، لازم ما نوافقش طبيعه الحال. كابتن حاتم دائما ما يعارض. بالنسبه لي انا بالتاكيد هذا هو الحوار الشيق. نعم. بالتاكيد تفضل كابتن. بالنسبه لي انا لاري موجود في المباراه، اما تركيز الديفانس كان مركز عليه. صعب مش لاري يفتح يقدر ينقل حلول لما نمرة 10 و55 هما الانقاذ. نعم. الذي كان غائبا ايضا مرو هذا اللاعب في الوقت اللي 10 و55 راح يفتح من 3 بوينت راح تشوف لاري فين، ورغم هذا لاري فوق ال 10 بوينت. نعم معناتها لازم 10 و55 مثل ما قلت لك على الغرافه، اثنين لعيبه محترفين في المستوى هذايا واللي احنا متعودين بهم سكوراريه اليوم خارج المباراه وخصوصا في فاينل، واثنين مع بعض كثير على الغرافه ما في دكه احتياط. احتياط نعم. كابتن هل نستطيع ان نقول في ختام هذا الاستوديو قبل انطلاق الشوط الثاني ان المباراه انتهت؟ لا 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 لا، لا يمكن. لا 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 فاينل، وانا بعتقد لن ينتهي الا مع صفات الحكم. الكوارتر الثالث هيدينا مؤشر كبير لشكل الكوارتر الرابع هيكون شكله ايه. نعم. انا بعتقد اذا نجح الغرافه الى العوده بان يكون الفارق اقل من 10 نقاط او في حدود الستة السبع نقاط هيكون هو موجود في الجيم، بل العكس ممكن يفاجئنا وعملها قبل كده في مباريات ويقدر يتغلب